سلام سلام مسك الختام عليكم حيف بنايا كرام ومن ذكرهم أنسنا في الظلام ونور لنا بين سكنتم فؤادي وربي العباد وأنتم مناتي وأقصى المراد فهل تسعدوني بصافو الوداد وهل تمنحوني شريف المقام سلام سلام كمسك الختام عليكم حيف بنايا كرام ومن ذكرهم أنسنا في الظلام ونور لنا بين هذا فلا عشت إن كان قلبي سكان إلى البعد عن أهله والوطن ومن حبه حشا قد قطع وخامر مني جميع العظام عسى الله يشفي غليل الصدور بأباء وفك القيود عسى الله يشفي قليل الصدور بوصل الحبايب وفك القيود سلام سلام كمسك الختام عليكم حيف بنايا كرام ومن ذكرهم أنسنا في الظلام ونور لنا بين هذا